اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه، وعلينا فارض عنا معهم يا رب العالمين. من مشاهد ذلك اليوم العصيب يوم القيامة، اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت، بعد أن تكلمنا عن مواضيع عديدة من مشاهده ووصلنا البارحة إلى مشهد الميزان، مشهد شهادة الجوارح والأرض والشجر والحجر على الإنسان. ذاك أن بعض الناس، وقد ختمنا بهذا السؤال درسنا البارحة، فقلنا أن بعض الناس رغم كل ما سيكون يوم القيامة من مشاهد تثبت عظمة تجلي الله تعالى يوم القيامة وانكشاف الحقائق أمام الناس جميعا، يبقى بعض الناس يتنكر ويكذب ويأذن الله تعالى له بذلك، إذ لا يحدث شيء إلا بإذنه، يدعه يكذب حتى يشهد عليه ما يقطع كذبه وحجته التي يزعمها حجة وليست في الحقيقة إلا بهتانا وكذبا. حدثنا ربنا سبحانه وتعالى فقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال رب العزة في موضع آخر مفصلا أكثر من الأول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى في موضع ثالث: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن سيعرض بعض الناس للكذب والافتراء على الله تعالى حتى في ذلك اليوم. أخرج الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أقبل علي أحدا يشهد على نفسي إلا مني. يأتي إنسان ثاني يشهد علي، أنا لا أقبل. فيقول الله تعالى: سنشهد عليك شاهدا منك، ثم يأمر بلسانه فيختم عليه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. قال بعض أهل العلم: لماذا ذكر رب العزة تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ لماذا فرق بين كلام الأيدي وشهادة الأرجل؟ هل في ذلك من فائدة؟ أجاب بعض أهل العلم بجواب لطيف جدا، قال: الأيدي هي التي تباشر معظم الأعمال في الدنيا، اليد، بدءا من أعمال الخير وانتهاءا بأعمال الشر، معظم الأعمال تباشرها اليد، تكون هي المباشرة لهذا العمل، ومن يكون رائيا لها ومشاهدا لها؟ الرجل، تشهد ما تفعله اليد. فالذي يشهد على غيره شاهد، يراقب ما يفعل غيره، هذا شاهد، فلذلك الرجل شاهدة على اليد وتشهد أرجلهم. أما اليد وهي التي تبدأ الأعمال فإنها تقر على نفسها، لذلك تكلمنا أيديهم، والذي يخبر عن نفسه هذا متكلم لا شاهد، الشاهد يشهد على غيره،
والمتكلم يقر عن نفسه، فاليد تتكلم عن نفسها ليست شاهدا على أحد، بينما الرجل تشهد على ما صنعت اليد. قال: فيأمر الله تعالى في الحديث اللسان فيختم عليه، ثم يقال لجوارحه تكلمي، فتتكلم يده ورجله وعينه وباقي جوارحه فتشهد عليه، حتى إذا شهدت عليه أنطق بلسانه فقال: سحقا لكن سحقا، فعليكن كنت أناضل، أو فعنكن كنت أناضل، أنا أدافع عنكن، أنتن اللواتي ستحترقن بالنار يا أيتها الجوارح، اليد، الرجل، العين، الأذن، أنا كنت أحاول أن أكذب من أجل أن أحجزكم من الوصول إلى النار، لماذا شهدتم علي؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ليس الأمر بيدنا، يا ليته كان لنا، يا ليتنا كنا نستطيع فعل شيء، ليس الأمر موكولا لنا قط، الأمر خارج عنا. بما أن الله تعالى أنطق اللسان فسينطق باقي أرجاء الجنان أي الجسم. ورد في حديث آخر أن بعض الناس يؤتى به يوم القيامة يمشي على وجهه، فقال بعض الناس: يا نبي الله، يمشي على وجهه؟ في مخلوق بشر يعني يمشي على وجهه؟ يقيسون الدنيا على الآخرة، وقد قلت مرارا أن هذا أمر لا يقاس، كلاهما عالم عظيم مستقل عن الآخر. قال: يا نبي الله، يمشي على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاها على أرجلها في الدنيا قادر على أن يمشيها على رؤوسها في الآخرة. وهذا أيضا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بعض أهل العلم فسر قوله تعالى وقالوا لجلودهم، قالوا هذا من باب كنايات القرآن العظيم، والقرآن أنزله رب العزة الحي الكريم، جلودهم قالوا يكني بها رب العزة والعياذ بالله عن فروجهم، لما فعلتم المعاصي بفروجكم؟ والآية قد تكون عامة، وهذا هو الأرجح فيها في شأن تفسير الجلود، تتكلم هذه الأشياء كلها فتقر على صاحبها، لا يجد الإنسان حينها مناصا وبدا ومهربا من أن يسكت ويطرق. هل يكتفى بهذا؟ لا، يسأله رب العزة: أظلمك كتبتي الحافظون شيئا؟ الذين كتبوا عليك وقدمت لك الصحائف وقد قدمنا تطاير الصحف وأخذها، أظلمك كتبتي الحافظون شيئا؟ بعد أن أقرت جوارحه عليه حينها سيتوقف عن الكذب؟ لا يا رب. يأمر الله تعالى شاهدا ثالثا. إذن الشاهد الأول هي جوارح الإنسان، الشاهد الثاني هي ما كتب في صحف الأعمال، الشاهد الثالث هي الشجر والجن والإنس والحجر والمدر. ذكر في الحديث الصحيح يا أيها الكرام أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا يوم القيامة أن المؤذن سيشهد له كل شيء سمع صوته حتى الشجر والحجر والمدر. جاء رجل من الصحابة من أهل البادية وأسلم، فتعلم من رسول الله أشياء يفعلها، فكان مما ختم له أوامره أن قال: وإذا كنت في غنمك فأذن وارفع صوتك في البادية، فإنه لا يسمع مدى صوتك بشر ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد عليك بما صنعت يوم القيامة.
قال الله تعالى أيضا: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها بما؟ أن تشهد على الناس وأن تحدث بالأخبار التي جرت عليها. أخرج الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه هذه الآية ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ فسكتوا. قال: أن تشهد على كل عبد وأمة بما كان قد صنع على ظهرها. فهذه الأرض تنطق، في هذا المكان سرق، في هذا المكان قتل، في هذا المكان اعتدى، في هذا المكان قذف إنسانا بعرضه، في هذا المكان أكل حراما، في هذا المكان بالمقابل تلا القرآن، في هذا المكان توجه إلى الله بالدعاء وهو صادق فبكى من خشية الله، في هذا المكان صف قدميه لله راكعا ساجدا. ستشهد عليه الأرض بكل ما صنع. أيضا حدثنا وأخبرنا بما كلمنا الله تعالى وخاطبنا به لما ذكر في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لكل آدمي بابان من السماء، باب تصعد منه حسناته وباب تؤخذ منه سيئاته. قال: فإذا مات بكى عليه الباب الذي كان تصعد حسناته منه. أما الكافر والمنافق فإنه ما عنده من أعمال الخير شيء، فلذلك لا تبكي عليه السماوات والأرض. قال: بكى عليه الباب الذي يصعد منه أو تصعد منه حسناته، وتبكي عليه الأرض التي كان قد سجد عليها لله. هذه الأرض كانت تسر بأن يسجد عبد عليها لله رب العالمين، فتبكي فراقا حزنا على فراق هذا العبد الذي لم يعد يسجد في هذا المكان. فهذا أمر عظيم يا أيها الكرام. لذلك قال أهل العلم: ينبغي عليك إذا وقعت في معصية في مكان أن تبادر في نفس المكان إلى طاعة الله فيه، بحيث إذا شهد المكان عليك بالمعصية شهد عليك بعدها بالتوبة والطاعة، فيكون هذا الثاني مكفرا للأول. هذه الشهادات تثبت للإنسان أن ما قام به لن يعزو، لن يخرج به ويبتعد عنه عن الإقرار أمام الله تعالى. وقد قلنا البارحة إن لله تعالى أشياء يضعها يوم القيامة حتى يقطع حجج البشر الذين قد يكذب بعضهم. ذكرنا البارحة الميزان، ومن ثم اليوم ذكرنا شهادة الجوارح والأرض والشجر والبشر وما إلى ذلك. من مواقف يوم القيامة ومشاهدها الكبرى مشهد القصاص، هذا المشهد العظيم الكبير الخطير الذي لا يشبهه مشهد آخر. بعد أن نصب الميزان وكشفت الأعمال وشهدت الجوارح وشهدت الأرض وقدمت صحف الأعمال، لم يبق للإنسان مهرب، فيبدأ بالقصاص من الإنسان. هذا كله قبل الجنة والنار. يبدأ بالقصاص من الناس في الدنيا، من الأعمال، أي من الأعمال التي عملوها في الدنيا، يبدأ القصاص لهم وعليهم في يوم القيامة. مشهد القصاص كما أخبرت يا أيها الكرام فيه شأن عجيب.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، ما في مال، وما في كما يقولون بضائع، متاع، أثاث بيت، بضائع تجارية، ما عنده. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي، حديثه عجيب جدا، من يأتي بصيام وصلاة وصدقة. قال: إذن من أهل الخير، تمهل حتى تسمع باقي الحديث. من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعظم ما يقتص من وأول وأهم وهو الشيء الأكبر بكل شيء هو القصاص للعباد من بعضهم البعض في حقوق الناس. هذه القضية التي لطالما أكدت عليها في دروسنا هذه وذكرتكم، وأتمنى أن تذكروا غيركم بها، لأنكم بحمد الله أو أكثركم إن شاء الله تعالى لما تسمعون هذا الكلام تتحرزون من الوقوع في ظلامات الناس، لكن غيركم قد لا يسمع هذا الكلام، فانقلوه رحمكم الله إلى غيركم ما استطعتم، من قريب أو جار أو صاحب أو أي إنسان تستطيع إيصال كلامك وصوتك إليه. موضوع حقوق الناس من أخطر المواضيع يوم القيامة. هذا الرجل صائم مصلي متصدق، هل هناك أفضل من هذا؟ ليس هناك أفضل من هذا، ولكن حقوق الناس التي قصر فيها غلبت على كل ما فعله من صيام وصلاة وصدقة، لأنها لا تغفر يوم القيامة حتى يؤخذ حق صاحبها، إما بعفو وتسامح وإما بأخذ حقه كاملا. أن تضرب إنسانا ثم تقول: والله الله بسامحني، الله لن يسامحك. مو أنا الذي أقول، كما قلت هذه الأحاديث تقول، تأخذ مال إنسان ثم تقول الله يغفر لي، هذا لا يحصل أبدا. كم من الناس، موضوع حقوق الناس لا بأس أن نذكر بأمثلة، وأتمنى منكم كما قلت مرارا أن تنقلوا هذا الكلام ما استطعتم يا أحبتي. يتوفى الوالد أو الوالدة ويأتي الإخوة ليرثوا، فيأتي الذكور فيحرمون الإناث، أو تأتي الإناث أحيانا فيقول: هاتوا حصة مثيلة لحصصكم يا أيها الذكور، لا نريد نصف حصة، نحن سنأخذ هكذا. هؤلاء ظالمون وهؤلاء ظالمون، كلاهما يأكل أموال الناس بالباطل، وإن لم يتحلل من حق أخيه سيجده يوم القيامة كما أشار الحديث. إنسان آخر شريك لآخر في تجارة يبيع من خلف ظهر شريكه، ثم يجعل هذا المبيع، هذا الربح من المبيع في جيبه ولا يدخله إلى حصة الشراكة، فليحذر من ذلك الموقف. إنسان عنده خدم أو صناع أو عاملون تحت يده في معمل، في شركة، في دكان، في ورشة، في أي شيء، ينادي أحدهم وهو صغير: تعا يا ابن الحرام جيب فلان شغلي. اطلعت على أمه زنت يا حقير، خذ يوم القيامة ما ستنال.
أتتهمه بأنه ابن حرام زاني يعني أمه وأبوه جاءوا به بالحرام؟ قال إيه كلمة تقال؟ لا ما تقال، هذا أمر من أخطر ما يكون، هذا سيوقفك يوم القيامة ليأخذ من حسناتك، أو إذا لم تكن عندك حسنات يأخذ من سيئاته ويطرحها عليك. هذا ليس لعبا، حقوق الناس ليست لعبا، ليس فيها أخذ ورد أبدا أبدا. إن لم تكن هناك مسامحة واستبراء كامل من الحقوق في الدنيا لن ينفعك أي شيء في الآخرة، أي شيء، إلا أن يعفو هذا صاحب الحق بالذات. لكن أخرج الإمام أبو نعيم وسعيد بن منصور، وهو من رواة الحديث أيضا وإن كان اسمه ليس مشكورا، أخرج أبو نعيم وسعيد بن منصور وغيرهما حديثا في إسناده لين لكن حسنه بعض الحفاظ، فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجاء برجلين يوم القيامة فيوقفان أمام الله تعالى فيقول أي ربي، أحدهما أي ربي خذ لي حقي من هذا، فيقول له خذ حقك من، قال فيأخذ من حسناته فإذا حسناته لا تفي حقه. هذا الرجل هو في نفسه من أهل الضلال فحسناته قليلة، يأخذ ما عنده من حسنات لا تفي حق هذا الإنسان الذي قد ظلم من قبل هذا الرجل، فيأخذ من حسناته، قال فلا تفي حقه، فيقول أي ربي خذ لي حقي، فيقول له خذ من سيئاتك فاطرحها علي. قال الصحابي راوي الحديث ولما قال ذلك رسول الله بكى، ثم قال يا أيها الناس إن يوما يحتاج الناس فيه إلى أن تؤخذ من سيئاتهم فتطرح على غيرهم ليوم عظيم عظيم، تحلل منها بالله عليك قبل يوم القيامة، ليس هناك مهرب. قال فاطرح من سيئاتك علي، فيقول أي ربي هذا رجل عظيم السيئات، فيقول الله تعالى له ألا أدلك على ما هو خير من هذا، فيقول بلى ربي، فيقول انظر أمامك، فينظر فإذا قصور ومتاع وشيء يأخذ باللب، أشياء جميلة عظيمة كريمة ذات منظر حسن تأخذ بلب الإنسان، فيقول أي ربي لمن هذه؟ إيش هذا؟ لمن هذه؟ فيقول لمن دفع حقها، فيقول أي ربي ومن يملك حقها؟ من يملك ثمن هذه؟ فما حقها؟ ما ثمنها؟ قال ثمنها أن تعفو عن أخيك هذا، فيقول ربي أي قد عفوت عنه؟ قال فخذ بيد أخيك ثم ادخل الجنة. كم ربنا حليم وعظيم وستار ورحيم بعباده، ولكن عباده لا يرحمون أنفسهم ولا يرحمون غيره، حتى في هذا المكان يأمر الله تعالى ويرغب عبده أن يعفو عن أخيه حتى في ذلك اليوم العصيب. لا تحتج إلى هذا الموقف يا أخي، لا تكونن ذاك الإنسان الظالم الذي اعتدى على المظلوم حتى ما بقي له شيء ينجيه يوم القيامة. الإنسان العاقل منا يتحرز تمام التحرز، هذا أمر عظيم لن أدخل في أمر آخر بعده، سأقف عنده حتى نراجع أنفسنا وننقل هذا الكلام إلى غيرنا، لعل الله تعالى يعفو عنا ويصرف أذى المعتدين والظالمين عن المسلمين، والحمد لله رب العالمين.